السلام عليكم ورحمة الله تعالى. واحد من أشهر السياسيين، هو أستاذ جامعي من أشهر السياسيين في مصر، خرج بشكل مباشر عشان يوصف عبد الفتاح السيسي ونظام عبد الفتاح السيسي بأنه النظام الأشرس والأقبح في تاريخ مصر كلها. الأستاذ الدكتور حسن نفعة، أستاذ العلوم السياسية، الرجل أستاذ جامعي، يعني هو مش خريج معهد نخنوخ. عارفين انتوا معهد نخنوخ اللي سيسي اداله عفو رئاسي؟ لا، هو مش نخنوخ، ده أستاذ علوم سياسية. لما تيجي دولة بتقدم رموزها ومثقفينها بتجيب اللي زي الدكتور حسن نفعة ده، ما بتجيبش بقى اللجان الإلكترونية ولا الأبراص السيساوية ولا الكلام، بتجيب اللي زي الدكتور حسن نفعة وتصدروا للعالم ان احنا عندنا مثقفين وعندنا عباقرة وعندنا وعندنا. في مسيرة الدكتور حسن نفعة السياسية هو تقريبا يعني غلط غلطة واحدة في وجهة نظري، يعني الغلطة الواحدة ان هو سمع واخد بنصيحة عمرو اديب ولميس الحديدي ومصطفى بكري واحمد موسى ومحمد الباز ونشأة الدين، اخد بنصيحة الاضيش السيسي الاعلامية، واخد بنصيحة ذباب السيسي الالكتروني والابراص السيساوية والميعز التساوية، هو اخد بنصيحتهم. ولما فكر ينتقد عبد الفتاح السيسي في انه ازاي تعمل كوبري ما تعملش مصنع، ان ازاي تعمل عاصمة ادارية ب60 مليار دولار في دولة للأسف شديد مش عارفة تسدد ديونها، فكان خطأ الدكتور حسن نفعة ان لما انتقد عبد الفتاح السيسي انتقده من جوه مصر، فحصل له اللي حصل له واخدوا دولاراته. قال لك انا اخدوني ولما قبضوا علي اخدوا دولاراتي بالشكل ده. يعني افرج عن حسابي بالجنيه المصري لكن حسابي بالدولار ما زال متحفظا عليه. طبعا هو طبيعي ان ياخد دولاراتك. السيسي اصلا لو عرف ان في سنت دولار مركونين في بيت اي مواطن مصري في اي نجعه او اي قريه هيبعت امن الدوله تاخده عادي، وتاخد المواطن كمان بتهمه الاتجار في العمله، اي بتاع. هو ده نظام السيسي، فكره انك ايه تلاقي نفسك كده كاتب كومنت او في الفيديو. ادخلوا في الكومنتات، رجاء ادخلوا في الكومنتات شوفوا كومنتات التساويه، حلوه التساويه دي، ادخلوا في الكومنتات وشوفوهم هتلاقيهم بيقول لك تعالى عرض من مصر. يا ابني ما الراجل ده عرض من مصر، الراجل اللي بيتكلم اللي انت شفت فيديو بتاعه ده عرض من مصر، الراجل ده قرر ان يعرض من جوه مصر، حصل له اللي حصل له، اخدوه على امن الدوله وعملوا في كده. لكن وجهت لي في النيابه بعض الاهانات الشخصيه، يعني شتائم يعني لا يصح ان يتفوه بها اي احد، كنت معصوب العينين. ايوه اللي انت سمعته ده واللي حصل له في امن الدوله ده عرض من مصر، ده لا 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 هو ده كان لم يكن خائنا او عميل زينا، ده قرر ياخد بنصيحتكم ويعرض من جوه مصر، فعملوا معاه الصح، يعني اخدوه بقى وتعالى وانت طب يا عم انا دكتور جامعي وانا ليا طلابي وليا، ما فيش الكلام ده، امين شرطه في امن الدوله يعمل معاك الصح، ما فيش الكلام ده، هو ده وضع مصر. الراجل اخدوا الدولارات بتاعته، انت بس متخيل نظام السيسي الاقتصادي العملاق وصل لمرحلة ايه؟ ان الدولار هيتاخد، والله العظيم بقول بعيد تاني، لو السيسي يعرف ان في بيت مواطن مصري ويتأكد ان عنده سنت دولار اللي هو زي القرش في مصر كده في قرية او في نجع، والله لا يبعت له امن الدولة وهياخدوا الدولارات بتاعته ويقول لك تعالى تمويل اجنبي، اي بتاع دولة. بقول لك هو مرحلة الافلاس السيسي ليه؟ بيفرض ضرايب ثم ضرايب ثم ضرايب ثم ضرايب على الشعب المصري، مرحلة الافلاس. يعني لما تلاقي في تاريخ مصر وتقرا في كتب كتاب الدراسات وكتب التاريخ، لما بتقرا عن نظام سقط او حصل له حاجه بتلاقي اول حاجه ضرايب، يعني هو دفع فرض ضرايب على الشعب المصري زي ما سيسي بيعمل الان، وباذن الله مصيره الى مصير الانظمه السابقه اللي ما فتئت ان اللي هي تفرض ضرائب وغلاء 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 على الشعب المصري ليل نهار. دكتور حسن نافعه خرج اتكلم تاني بالشكل ده وقال لك ده اللي حصل لي، انا شفت جوه السجون او جوه او في امن الدوله او في النيابه عملوا معايا كده. الامن يطلبني يعني في كل مره اكتب فيه تغريده تبدو وكان في انتقاد بشكل او اخر للنظام. انا بس ده واحد اسمه يعني له مقالات في السي ان ان الامريكيه او لقاءات او اخبار في السي ان ان الامريكيه وفي الجارديان وفي الفاينانشال تايمز وفي كل مكان، واستاذ جامعي وعملوا فيه كده، ولا ليه بقى ما عمال اتكلم له وله وله ده سامي عنان ترشح للرئاسه في مصر عملوا معاه كده، فيجي لك واحد يقول لك لا انت خاين وعميل، ليه؟ عايز تعارض تعالى عرض من مصر، انت بدك تقلع اللي في رجلك وتروح مدينه، والله هو خلاص بقى بيستفزك بيوصلك لمرحله انك بجد لو الشخص ده او الكائن ده الذبابه الالكترونيه بتاعت السيسي او التساويه او المعزه الالكترونيه او البورصه الالكتروني بتاع السيسي، لما بيقول لك تعال عرض من مصر، لو انت راجل تعال عرض، تبقى بدك تقلع على رجلك مديله. بقول لك استاذ علوم سياسيه دكتور، ده دكتور جامعه
ده دكتور حضرتك اكتب حسن نفع بس في جوجل، اكتب حسن هتلاقي نفع نزل وراه على طول، راجل مشهور جدا عملوا معاه كده جوه امن الدوله. فكان طبيعي جدا الراجل يخرج ويقول لك ان نظام السيسي اقبح واشرس نظام عرفته مصر بالشكل ده. على شيء اخطات فيه ويستدعي ان امكس في هذه الزنزانه، ولذلك انا رايت الوجه الاخر للنظام السياسي عندما يكون شرسا وعندما يكون قبيحا. وده فعلا نظام السيسي، هزود على كلام الدكتور حسن نفعه، هو اقبح نظام واشرس نظام عرفته مصر، بالاضافه لاكثر نظام خائن في تاريخ مصر، اكثر من الاحتلال الفرنسي والاحتلال البريطاني. نظام السيسي نظام تفنن في بيع مصر ارضا وشرفا وعرضا. نظام السيسي باع نهر النيل وباع تيران وصنافير وباع شركات مصر من اجل طائره بنص مليار للسيسي واصول لمدام انتصار زوجه السيسي. النظام المصري نظام خلى الشعب المصري انقسم، وبمناسبه الانقسام الدكتور حسن نفعه له مقال في 2010 في جريده المصري اليوم، وهو بيتكلم عن ازاي اسرائيل استطاعت انها تزرع ناس يحدثوا انقسام مجتمعي في مصر، الشعب يتكلم عن الشعب والشعب يهاجم الشعب ويسيب الدكتاتور الطاغي اللي بيشيل قاعده الشعب تماما وفرض على الناس الغلاء. السيسي اكتر نظام خائن. ده كل الكلام اللي بقوله ده اضافه على كلام اللي هو المنمق بتاع الدكتور حسن نفعه ان السيسي اشرس وان السيسي اقبح. لا، هو السيسي اشرس واقبح واكتر خائن عميل عرفته مصر من يوم ما اتسمت مصر من 7000 سنه، يعني من يوم ما احنا عرفنا. شوف انت بقى بالتاريخ مصر اتسمت مصر من امتى، مش هتلاقي واحد خائن جه على رأس مصر أكتر من السيسي، مش هتلاقي. والله لو قلت لي عبد الناصر عجنته في مبارك، لا 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 لا، دول ملايكة بجد، دول ملايكة ووطنيين جدا 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 مقارنة بعبد الفتاح السيسي اللي ما سابش شيء في مصر إلا وعمله، ما سابش شيء في مصر لصالح إسرائيل إلا وعمل وضع مصر اللي دولة الحوار الوطني. شفت اللي حصل في نقابة المهندسين في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر؟ شفت هو ده دولة الحوار الوطني. تعال عرض من مصر. طب لو جيت عرضت من مصر ونزلت انتخابات نقابة زي بتاعت المهندسين، عادي هنبعت لك من هم على عينة نخنوخ، عادي جدا يعني نبعتهم لك وياخدوا لك الصندوق ويعملوا ويتصوروا فيديو وراح ارفع قضية والنائب العام وما يردش عليا. يا عم هم اتصور فيديو اللي عمل في صناديق الاقتراع في نقابة المهندسين في قاعة المؤتمرات او مقر اللجنة الانتخابية لنقابة المهندسين، متصورين فيديو يا سياده النائب العام يا حماده توته، متصور اسمه حماده الصوب بس اشهر بحماده توته عشان بيروح في سطوح الواد حماده كتير. يا سياده النائب العام هم اللي عملوا في السنه دي. يقول لك بس اصبر لما نحقق في نحقق ده قانون ساكسونيا، ده قانون ساكسونيا اللي يخلي دكتور زي الدكتور حسن نفعه يتحط 6 شهور والراجل ما فيش عليه اي بتاع ويتقال له نصا كده مش عايزينك تكتب تغريده ولا تعمل اي حاجه. النظام اللي يمنع حد يكتب تغريده يوريك قد ايه نظام هش، نظام هش جدا 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 يعملها على نفسه لو واحد خرج اتكلم بكلمه. علشان كده نظام السيسي يطلق اللي هم مين؟ ارخص فئه موجوده علشان تدخل تكيل لك الكلام في الكومنتات، زي ما حضراتكم لما بعد ما تشاهدوا الفيديو تخشوا الكومنتات هتشوفوا هم كاتبين ايه. سلام عليكم.